قصف وهجوم متواصل ينفذه الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية منذ أيام على عدة مناطق في الشمال والشمال الشرقي من سوريا بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بالتزامن مع العملية الأمنية التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية ضد الخلايا الإرهابية في دير الزور. آخر تطورات هذا التصعيد فقدان مدني لحياته جراء قصف نفذته الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي على قرية الحمر الشرقية بريف منبج. قصف الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له لم يقتصر على قرية الحمر الشرقية، بل تم قصف قرية عرب حسن الواقعة في الريف الشمالي لمدينة منبج أيضاً من قبل الاحتلال وفصائله، حيث أسفر القصف عن أضرار مادية كبيرة بممتلكات المدنيين. في غضون ذلك أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التصدي لهجوم بري شنته الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي على قرى عرب حسن والمحسنلي والتوخار وأم عدسة وأم جلود في ريف منبج شمالية سوريا، ما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الفصائل وتدمير عدد من آلياتها. يأتي ذلك فيما استهدف الاحتلال التركي بقصف مكثف الريف الغربي لناحية عين عيسى شمال شرق سوريا، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات القرى في ريف الناحية، كما قصفت بالأسلحة الثقيلة عدة قرى في ريف تلتمر وزرقان، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين. وبحسب مصادر فإن قرى عنيق الهوى ودادة عبدال وبوبي وتل عبود وتل الورد والمشيرفة الواقعة في الريف الجنوبي لزرقان تعرضت لقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية، ما أسفر عن أضرار مادية، في حين استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال قرية التشيشة في ريف تلتمر دون ورود معلومات عن الخسائر التي خلفها القصف. لا هون ولا دوشكو.